يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا يشمل الشرك الأصغر؟ أن يشرك به يدخل الشرك الأصغر في قوله أن يشرك به، فالصحيح أنه لا بد أن يعذب على الشرك الأصغر، لكن لا يخلد في النار مثل الشرك الأكبر. نعم.